وقفة اليوم هي في إطار ما تعيش المملكة من ردة الفعل الشعب المغربي والشعب التسامح، مبادرة ديالنا في إطار المركز المغربي للتسامح والأديان تأتي في هذا السياق، يعني الحركة في المغرب تضامنا مع الفتاتين النرويجية والدنماركية على الحدث الإجرامي والإرهابي الذي عرفته منطقة أمليل إقليم الحوز نواحي مراكش. فالوقفة تأتي في هذا السياق، في هذا الإطار هذا، وهو تتعلق بنا كما مغاربة تعايشنا لقرون، يعني ما مختلف الديانات مختلف الإثنيات إلى غير المغرب، يعني هذا وقفة من أجل إبراز أن بلدنا المغرب أرض التسامح، أرض التعايش، ووقفة يعني تأتي كما قلت في السياق الحركة التي يعرف المغرب تضامنا مع الشابتين. وحقيقة يعني تألمنا كثيرا وتفاجأنا جميعا كمغاربة ليهول الجريمة وليهول هذا الحادث الإرهابي الذي لا يمت المغرب ولا المغاربة، من شيء من المغاربة، يعني شعب متسامح، شعب كريم، شعب مضياف، يعني حقا يعني تفاجأنا كثيرا بهذه العملية الشنيعة التي لا تمس المغرب ولا المغاربة، يعني بأخلاق. اليوم جينا من أجل التنديد بالعمل الإرهابي اللي تعرضوا له الشابتين النرويجية والدنماركية بمراكش، وكذلك لإدانتنا الشديدة لكل السلام، وكذلك من أجل مطالبة الدولة من أجل أن تتدخل من أجل الشفاف كل منابع التطرف الإرهابي.